اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، ويسر عسيرنا، ونفس كربنا، وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم، واغفر لهم، وعافهم، واعف عنهم. اللهم خص منهم الآباء والأمهات. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاهلون،
ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم تقبل منا، واكتبنا في من يقوم ويصوم رمضان ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، ووفقه وولي عهده لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. إلهنا رفعنا إليك كف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فبلغنا إياه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.